وبركاته. طبعا معاكم اخوكم ابو علاء السندي من قناه مجتمع بستان، حياكم الله وبياكم. اليوم يجينا عند اخونا ابو نوره، طبعا المشهور باللقب اللي يسموه ماما نوره. طبعا عنده منتجات الايرانيه وعنده منتجات العربيه كذلك، فاللي حاب يتواصل مع ابو نوره ان شاء الله راح اوريكم المنتجات اللي الان اشياء الموجوده اللي عنده، وراح يوفر لكم بعض المنتجات اللي انتم تبون ان شاء الله راح يوفر لكم باذن الله تعالى. حياكم الله. الان بنقول لكم المايك لاخونا ابو نوره وملقب ومعروف ومشهور ما شاء الله ماما نوره. حياك الله ابو نوره. الله يسعدك. الله يسعدك حبيبي، الله يحفظك، النور بوجودك حبيبي. ابو نور الله يسعدك، ما هي المنتجات الان متوفره لديك؟ المنتجات اللي متوفره حاليا عندك الاجبال، التونه، الفول، نعم، المربى، اوكي. بالنسبه للمربات عندك الفيري والتعب الصرف، ما شاء الله. هذه المنتجات اللي احنا شغالين عليها. حلو. تخصص اجبال، مقدمه بيضه، حلاوه طحينيه، المعلبات، التونه، الفول، اللوبيا، هذه الامور كلها احنا بنشتغل فيها. حلو. وباذن الله المشروع حيتطور كمان ان شاء الله، وعندنا استعداد باذن الله ان نفتح ان شاء الله في مجال السياحه، مجال العقارات باذن الله. بدينا في العقارات الحمد لله، ما شاء الله ان شاء الله في السياحه باذن الله، وبالجامعات الامور هذه كلها باذن الله. يعني ما نوره متجر، ماما نوره ما هو عباره عن متجر. نعم باذن الله. حي يعني المتجر هذا في عده تفرعات، حيهتم بالتعليم، اوكي، بالاراضي، العقارات، المواد الغذائيه، السياحه. ان شاء الله متجر ماما نوره حيستوعب الامور هذه كلها، ونتشرف باي شخص حاب يتعامل معنا ويتعاون معنا، وحنتعاون معه باذن الله عز وجل. الله يسعدك. طيب ممكن تعطينا الاسعار تقريبا، ما هي الاسعار اللي موجوده حاليا اللي عندك؟ ليش بالضبط اسعار المنتجات الغذائيه؟ نعم المنتجات الغذائيه الاجبان، كل طبعا كل شيء، كل شيء يختلف عندك التونه المدينه، طبعا شغلنا جوده. حلو. ولكن للمواليد اللي هن اللي عاشوا دول الخليج بالسعوديه، الدول العربيه، هذول لهم دعم خاص، نقدر نوصل للمنزل كميات مثلا كنا حبه حبتين، نقدر نتعامل معهم بالطريقه هذه. طبعا هذا احنا الارض كان قائم على هذا الاساس، والى الان قائم باذن الله. ما حنقدر نحرم اي شخص وده بمنتج عربي، سواء القهوه، الاجبان، الالبان، الزعتر، الامور هذه باذن الله اذا ما هي عندي اوفرها. يعني توفر ان شاء الله جميع الطلبات ان شاء الله باذن الله عز وجل. الله يسعدك. طيب في عرض خاص عن طريق مجتمع باكستان واللي بيجي عرض مجتمع باكستان والمواليد، احنا ما حنقصر معاهم باذن الله عز وجل، وخاصه الله يسعدك. اي شخص يجي من طرف ابو علاء او مجتمع اللي هو مجتمع باكستان، احنا ان شاء الله بخير ما حنقصر معاه، وحنقدر نقدم الشيء اللي نقدر عليه انه يرضيه ويرضينا باذن الله عز وجل. الله يسعدك. الله خير. اي خدمات اخرى سواء بالتعليم او بالعقار او بالمواد الغذائيه او بالسياحه، احنا ان شاء الله شغالين بهالمشروع، بدنا بالعقار ولكن متجهين باذن الله للسياحه، ومتجهين كمان باذن الله عز وجل للجامعات والامور هذه. ما شاء الله تبارك الله، يوفقكم ويرزقكم حيث لا تحتسب ان شاء الله. الله يسعدك. طيب الموقع المحل هذا وين بالضبط؟ طبعا العنوان اسلام اباد سوق بدر، اوكي، نعم، في رود محل تقريبا يعني مقابل اللي هو بي دبليو دي، يعتبر وسط اسلام اباد. حلو ما شاء الله. انت الله يوفقك يا ابو نور، الله يسعدك ان شاء الله ويجزاك الله خير. نسال الله نوفق الجميع. اللهم امين واياك ان شاء الله، فرصه سعيده. الله يسعدك. اي خدمه، اي استفسار باذن الله ما نقدر ندخل عليه ولا ندخل عليه ان شاء الله بمشيئه الله. جزاك الله خير. الله يسعدك. الله يسعدك. السلام عليكم.